السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية دعوتنا وقلوبنا مع إخواننا في فلسطين، زي ما اقول لحضراتكم ربنا معاهم وبينصرهم وهينصرهم باذن رب العالمين، وكده كده انتصروا وفازوا زي ما قلت يعني. لكن المشاهد اللي احنا بنشوفها من اربع جهات بتشفي صدورنا وبتثلك صدورنا والله العظيم، وكنا نتمنى ان احنا نكون معاهم. حتى الناس متصوره الموت، سمعت الشيخ بيتكلم قال لك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك اقصى ما يحس به الشهيد زي ارصى كده. فالناس دي، والوحيد اللي بيقول لك ممكن عاوز يرجع تاني الدنيا فيستشهد ويموت تاني هو الشهيد لعظم اجره عند رب العالمين. يعني ليه بقول الكلام ده؟ معلش استحملوني. في مطرب سخيف شفت له كده مقطع صغير اسمه رامي صبري، مقطع يقول لك اعمل ايه؟ يعني نوقف شغلنا علشان خاطر فلسطين؟ ما هم بيموتوا كل يوم. ايه البلاده دي؟ اسمها بلاده في المشاعر وبلاده في الاحساس يا اخي. والله هم في غنى عنك، انت لا هتقدم ولا تاخر، انت كبيرك تقدم ترفيه. دول الرجال الحقيقيين، دول الرجال الحقيقيين، انما انت بتقدم ترفيه. يقول لك واحد، حتى كمان واحد بيطلع المباراه يا عم ده اكل عيشك ورزقك. لا مش رزق، احنا ما بنتعاملش على الرزق. شوف كمان يعني ما عملش رزق، ده مش رزق ولا اكل عيش، لا ده عقود. عقود ايه يعني؟ ده انت بتقدم في الاخر ايه يعني؟ بترفه، بتسلي الناس. ايه الاضافه اللي انت بتضيفها؟ ها؟ يقول لك لا انت بتبطل تاكل. هل مقارنه الاكل والشرب عشان واحد يقدر يعيش ويكمل يبقى عنده طاقه انه يكمل؟ مقارنه اساسيات الحياه بقت عندك زي الغنى وال... يا اخي تسكت، اسكت. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ علشان كده والله العظيم ثلاثه فعلا الواحد بيشوف رجاله، الشاب الجميل اللي ماسك الار جي ولما فرتك بتاعه بيطلع وبيفط كده في الهواء، ها من طاير من الفرحه، دول الرجال. ده في بنات رجال، سيدات، سيدات ايه؟ سيدات فضليات بمليون من على شاكله هذا الشخص. والله ما عايز اتجاوز يعني، نقفل الباب. لكن اشياء مستفزه في الوقت الحالي، اغاني ايه وزفت ايه وبتاع ايه؟ الواحد بيشوف مشاهد بعينيه بتدمع بتبكي وقلوبنا بتتقطع على الاطفال على النساء على الميلاد، كل يوم بيموتوا. بقى عندك بلاده يعني؟ عادي، ما انت حر يا عم، ابقى واقف قدام ربنا وقلت بغني علشان عقود انترناشونال انترناشونال، وكل يوم بيموتوا يا عم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من خذلهم، كل من خذل اخواتنا في فلسطين. كابتن محمود الخطيب طبعا في المملكه، سافر المملكه العربيه السعوديه. كنت قلت لحضراتكم انه هيسافر ورجعت وقلت انه مش مؤكد، لكن هو سافر بالفعل وعمل عمره هو واسامه حسني زوج بنته. فربنا يتقبل ويكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا مجرد المشاركه فقط في كاس العالم للانديه هيكون لها عوائد ماليه، يعني اقل حد هياخد نص مليون دولار، ده اللي هياخد المركز السابع. الاهلي طبعا مش هياخد السابع لان السابع ده محجوز لاحد الفرق، اتحاد جده او اوكلاند سيتي. لكن البطل هياخد 5 مليون دولار، الوصيف 4 مليون دولار، صاحب المركز الثاني الثالث اسف 2.5 مليون دولار، الرابع 2 مليون دولار، الخامس 1.5 مليون دولار، المركز السادس مليون دولار، المركز السابع نص مليون دولار. بالنسبة للنادي مدلل الدولة، كان في سؤال بعته أحد المتابعين لبرنامج أكشن مع وليد، وكان في معاه على الهواء الحكم سمير عثمان يعني، فحب يزنقه يحرجه، وأنا منتظر الإجابة من حضراتكم على هذا السؤال يعني. فالشخص المتابع للبرنامج بيقول له إيه؟ أبو بدر اللي وليد فرج، أبو بدر خلوكم صريحين مرة واحدة بس، ليش كل دولة؟ ليش كل دولة عندها نادي متدلع؟ إيش الهدف من هذا؟ فوليد فراج رماها في عب مين؟ او بص الكره لسمير محمود عثمان. بيقول لك ايه؟ وليد الفراج بيقول هقول لك بطريقه ثانيه، في كل بلد عربي في نادي عايش في دور المظلوميه
وبيتهم منافسه الكبير انه بيحصل على امتيازات حتى يعمل توازن عند جمهوره، وان السبب ظروف خارجه ليست سوء اداره. في اي بلد عربي هتلاقي هذه الانديه؟ ولو سالت سمير عثمان هيقول لك مين ينطبق عليه الكلام ده؟ سمير عثمان؟ لا ما اعرفش. طبعا كلكم عارفين، اللي يعرف الاجابه يكتب في التعليقات. طبعا مارسيل كولر مرشح لجائزه افضل مدرب في العالم، ما من يعني جائزه جلوب سوكر بتقام في او مهتمه المجلس ابو ظبي والامارات، فمرشح من هذه الجائزه مع مارسيل كولر مع سكالوني مدرب الارجنتين، وانشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد، وارتيتا مدرب ارسنال، والمدير الفني سباليتي منتخب ايطاليا، وتشافي برشلونه، وبيب جوارديولا مانشستر سيتي، وانزاجي انتر ميلان. كمان النادي الاهلي مرشح على جائزه افضل نادي في الشرق الاوسط وجائزه افضل نادي في العالم في الشرق الاوسط، طبعا زي ما قلنا مع الهلال والاتحاد وشباب الاهلي والنصر السعودي. على مستوى العالم بترشح مع ايضا الهلال والنصر وارسنال وبرشلونه وفلومنسي اللي بيشارك في كاس العالم للانديه، وانتر ميلان ومانشستر سيتي ونابولي واشبيليه. ده النادي الاهلي. محمد صلاح بقى، طبعا محمد اتكلمنا عن ترشيح الشناوي مع كريستيانو مع سالم الدوسري مع كريم بنزيما، دول في جائزه افضل لاعب في الشرق الاوسط. كمان محمد صلاح بينافس على جائزه افضل لاعب في العالم، جائزه جلوب سوكر طبعا، مع بيلينجهام من ريال مدريد، كريم بنزيما، دي بروين، وهالاند، وامبابي، وميسي، وفيكتور اوسامين، وكريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح زي ما قلنا، وسيلفيا لاعب نادي مانشستر سيتي، الى جانب فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد. اول تعليق من رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بعد الاحداث السيئه ما حدثت في مباراه انقره وريزاسبور التركي، تم تعليق النشاط في الدوري التركي طبعا، وتم القبض على رئيس نادي انقره بعد ادعاءه على الحكم اسمه فاروق كوكا رئيس نادي انقره. يعني مش بس كده، كمان تم القبض على ثلاثة آخرين قاموا بالاعتداء على الحكم في هذه المباراة بعد البداية من عند فاروق كوكا رئيس نادي أنكرا. أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي من خلال حسابه على الانستجرام قال لك لا مكان على الإطلاق للعنف في كرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه، وقال الأحداث اللي تلت مباراة الدوري التركي بين فريقين أنكرا جوجو وريزاسبور غير مقبولة بالمرة، ولا يوجد لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا، وبدون الحكام ومسؤولي المباريات لا محل وجود كرة قدم. يجب أن يكون الحكام واللاعبون والمشجعون والموظفون في أمان وأمن للاستمتاع باللعبة. أدعو السلطات المعنية إلى ضمان تنفيذ ذلك واحترامه بشكل صارم على جميع المستويات. شيء صعب بصراحة يعني. طبعا بعد غياب كريم محمد الضو كريستو وأحمد عبد القادر عن مشاركات أو السفر وتخلفهم عن السفر مع النادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية، أصبحوا أيضا هم أيضا بسبب الإصابة هيغيبوا عليها فترة، مش بس إنهم تخلفوا عن السفر بسبب الإصابة، هيغيبوا عن كأس السوبر المصري اللي هيقام في الإمارات في فترة من 22 ل 28 ديسمبر المقبل. وزي ما قلت حضراتكم في كلام فرج عامر طالب احمد عبد القادر اعاره الى نادي اسمها، كنت قلت لحضراتكم من اسبوع عن بابا بادجي لاعب المغرب التطواني صاحب ال 24 عام لاعب السنغالي مهاجم معروض على النادي الاهلي بقوه هذه الفتره، واللاعب بيحقق ارقام جيده او محقق ارقام جيده واهداف نسبه تهديفه عاليه مع نادي المغرب التطواني. كلمت قبل كده عن محاسبه لاعبي النادي الاهلي والبعد عن السوشيال ميديا وعدم الرد على ما ناخدش في سجال مع الجمهور، للاسف دي تاني مره الدكتور خالد الجوادي يعملها بعد ما من حوالي 3 4 شهور كان كتب بوست بيتكلم برضو عن جمهور النادي الاهلي بدل ما تدعمه واعمله والكلام ده كله، وبعد كده حذفه يعني، لكن نزل بوست بيدافع فيه عن مارسيل كولر المدير الفني، بوست طويل يعني، قال لك مع المدرب الكبير تاريخ كبير احد افضل المدربين، ده من خلال حسابه على فيسبوك كابتن
كابتن خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر، مترجم النادي الاهلي، لك مع المدرب الكبير تاريخ كبير نشر صوره ليه مع مارسيل كولر، تاريخ كبير في تاريخ الاهلي انجازاته والارقام، واحد افضل المدربين في القاره بترشيح الكاف الاتحاد الدولي للاحصام، مع الانسان الملهم صاحب القلب الكبير، صاحب القلب الكبير والاخلاق العاليه الذي لا تعرف تعرفه الا ان تحب وتحترم وتحارب العالم من اجله، مع مارسيل كولر الانسان والمدرب. قال لك يهاجمونه الراجل، بيقول لك الراجل بيشتغل 18 ساعه يوميا من اجل فريقه حبا في النجاح في تفاني لعمله، لم ارى في حياتي مثله. وقال لك بيهاجموه على اشياء 90% مش ذنب، ولكن لا احد يريد ان يرى الحقيقه او يحلل ويقيم بموضوعيه. لا يرون ان كل الفرق اللي شاركت في دوري السوبر منهكه وتحقق نتائج سلبيه. الصدفه تلك كم مباريات وسفر، كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي من الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدارك. طب ما أنت حدش ضربك على إيدك، أنت كان من حقك تشارك أو ترفض وأنت تقول آه أو لا. النهاردة بعد ما تحقق النتائج، طب لو حققت نتائج إيجابية كنت هتسوق هذه الذراع؟ أنا مش بهاجم مارسيل كولر، لكن مش دورك يا دكتور خالد. يعني ماذا لو أحرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ تكلم عن الفرص الضائعة، والراجل بيوصلنا وكلام من هذا القبيل، يتكلم عن عدد المباريات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي والبطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. ماذا لو احرزت كل او حتى نصف هذه الفرص؟ لك لا يرون ان الفريق يخلق فرصا اضعافا هذه الموسم مقارنه بالموسم الماضي، ولولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات. قال لك لماذا الحديث دوما عن المشروع مثل السيتي وصن داونز مع اول تعادلين ثلاثه نريد هدم المعبد ونشكك فيه؟ أنا أحب هذا الرجل لأنه يستحق كل الحب وآسف على الإطالة. طب ما خلاص حبه يا عم في صمت، الناس عارفة وهقام، الناس هتتكلم والناس هتاخد كلامك عشان تهاجمه أكتر. يعني أنت مش بتدافع، أنت بتعملوا مشاكل يا جماعة، مرة من اللعيبة ومرة من المترجم، شيء بقى صعب. يعني في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته. أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.